توصيات مهمة للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وقفنا عند أهميتها خصوصا الدعوة لتأسيس مجلس أعمال أفريقيا ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات. توصيات مهمة في نسخة كانت استثنائية، شهدت جلسات ومناقشات وتبادل أفكار على نطاق واسع. خلونا نقرأ مع حضراتكم هذه التوصيات مع ضيفنا اللي موجود معنا على التليفون، الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم صباح الخير، أهلا بك. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ أكرم. صباح النور. نسخة استثنائية من منتدى شباب العالم، حضرتك إزاي شفت هذه الفعاليات والجلسات أيضا؟ طبعا يعني الحقيقة أنه زي ما احنا شفنا في السنة دي أنه المنتدى كل سنة عن سنة كان بيتطور، لكن الحقيقة هي نسخة استثنائية السنة دي لأنها جت بعد توقف سنتين، والموضوع نفسه يعني مشغول فيما بعد كورونا، العالم ازاي هيتعامل في حالة استمرار الفيروس أو في حالة انتهائه، ده برضو كان شيء مهم. لكن كمان الحقيقة كل القضايا اللي تم طرحها مرتبطة بقضايا مش بس محلية، الحقيقة إقليمية ودولية مشغولة يعني شغلة العالم كله. نفس الوقت كان في اهتمام حقيقي بأفكار تتعلق بالسلام، تتعلق بأهمية إنه إحنا مش بس بنواجه الفقر في أماكن محلية، لكن كمان في دول بتواجه ظلم سواء من عدم وجود لقاحات أو موضوع الفقر اللي أصبح في العالم بسبب التغير المناخي. التغير المناخي نفسه إزاي قبل كام سنة ما كان يعتبر مناقشته نوع من الطرف، النهاردة أصبح أساسي في موضوع جلساته. وأظن أن المداخلات العالمية ومداخلات وزراء ورؤساء ورؤساء وزراء في الجلسات الأولى وفي الجلسات اللي بعد كده، وإزاي ده بيتاخد لنقاشات يشارك فيها شباب بدرجة أو بأخرى، في قضايا يعني الحقيقة مهمة. وكمان الحقيقة التوصيات كانت مركزة فيما يتعلق بنفس الشيء، يعني فيها استمرار لأنه يبقى فيه تمويل مستمر للدول الفقيرة، يبقى فيه لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وغيره، يبقى فيه تدريبات ومنح، وبعدين الحقيقة كمان ثقة إضافية في إدارة المنتدى، وإنه شباب استطاعوا إن هم ينظموه بشكل احترافي وبشكل جيد، ويبقى كوب 27 من قمة المناخ هم اللي هينظموه، ده في حد ذاته بالظبط. يعني هذه النقطة يا أستاذ أكرم اللي ذكرتها هي يعني بناء على قرارات أصدرها الرئيس بعد التوصيات اللي خرجت من المنتدى، ودي كانت واحدة من أهم النقاط، إن تكليف إدارة المنتدى ومجموعة من الشباب المصري والعالمي بالمشاركة الفورية والتنسيق لقمة المناخ كوب 27. هذه ثقة في الشباب وثقة في إدارة المنتدى إنه ما يكونش فقط منصة حوارية لكن يكون أداة فاعلة في فعاليات أخرى مهمة. بالضبط طبعا، يعني المفروض إن هو يعني دي ثقة إضافية في قدرة هؤلاء الشباب على التنظيم، وكمان إنه أصبح فيه يعني فائض خبرة حقيقي يمكن تقديمه سواء هنا أو في الخارج. ودايما الحقيقة يعني أنا بقول إنه البعد الأفريقي دايماً موجود في سياقات مصر وموجود في المنتدى بشكل حقيقي، إنه العلاقة بين مصر وأفريقيا علاقة استراتيجية، ما هيش علاقة مناظر أو مظاهر أو علاقات عابرة، لا، إحنا اهتمام مصر بأفريقيا اهتمام حقيقي، وطول الوقت مصر بتقدم أفكار وبتقدم كمان فرص للتدريب وفرص للأفكار وإعادة التأهيل، ويمكن الرئيس كمان في قراراته قرر ان هو في اعداد بتيجي من افريقيا تحصل على التدريب في الاكاديميه الوطنيه او غيره. وكمان حتى الدول ما بعد الاعمار، الدول اللي بتعاني من مشكلات، ودي كانت قضيه الحقيقه مطروحه، لانه محدش في العالم يمكن دايما احنا بنقول ان الدول الكبرى ودول العالم مشغوله بمنافساتها، مشغوله بسياساتها، مشغوله بتحركاتها، ما بتتشغلش قوي بقضايا العالم الثالث او قضايا افريقيا او كده. يمكن ده جزء مهم قوي من سياقات السياسه المصريه خارجيه او غيره، ان مصر في اي منتدى او في اي سياق بتطرح افريقيا كجزء رئيسي، انه حقها ان يكون صوتها مسموع، وحتى فيما يتعلق بقمه المناخ
كان في مفروض دول كبرى تدفع تعويضات او كده، والرئيس تحدث عن هذا الامر وبيكرر ده، وكوب 27 هيبقى جزء رئيسي انه هذه الدول تجد من يتحدث عنها ويستطيع ان ينتزع حقوقها فيما يتعلق بتعديل المناخ. نعم. فالحقيقه افريقيا حاضره، الدائره الافريقيه حاضره بشكل كبير، الدول العربيه وفكره اعمار الدول اللي بتتعرض لهزات او لمشكلات مختلفه، فكره انه يبقى في طول الوقت تفاعل وسياقات لقضايا حيويه يتم طرحها بشكل كبير في المنتدى على مدى الجلسات ومناقشتها بشكل منهجي في اوقات محدده ومركزه جدا وتصل الى النتائج وتسلم بعضها، ده في حد ذاته شهاده نجاح لمنظم المنتدى واصحاب افكاره الحقيقه. وفكره العمل الجماعي، يعني هو نجاح المنتدى الحقيقي احنا بنتكلم على فريق بيعمل معا وبينبض معا وبيتحرك بيستطيع ان يقوم بعمل جماعي. العمل الجماعي ده اثبات لنظريه ان يبقى عندي سيستم ناجح ومحترم. صحيح، وعمل جماعي بدايته الحوار ومراكمه الخبرات كمان، يعني فكره ان انا يبقى عندي خبرات. انا النهارده الاعداد اللي بتتخرج بيه في الاكاديميه او غيره بتتحول هي نفسها لمدربين، بعد ذلك بقلل فكره الاستعانه بالخارج لصالح الداخل، بيبقى عندي فائض خبره وفائض وقت اقدر اقدمه واوسع ده. اصبح النهارده في امل انه فكره الاكاديميه نفسها والاكاديميات تتسع، لانه الاهم من التعليم وغيره بيجي التدريب اللي بيبقى مهم قوي لانه يعمل مهارات قادره على انه يعمل ده. ودي نقطه بالمناسبه مساره مصر بشكل كبير على مدى الشهور الاخيره، يعني في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي كان الرئيس حريص على انه هناك تخصصات واتجاهات مختلفه قادره على انها تجذب شباب يقدر يضاعف الدخل او يبقى لديه، على عكس بعض التخصصات الاخرى اللي هو فكره ربط التعليم بسوق العمل، وانه الفكره الافكار هي اللي بتصنع القيمه الاقتصاديه للخامات او الاشياء اللي موجوده. نعم، يمكن تكملة الكلام حضرتك أستاذ أكرم، يعني أبرز التوصيات اللي خرجت أيضا الدعوة لتأسيس مجلس أعمال أفريقي. صحيح طبعا، دي من ضمن التوصيات المهمة، أظن الرئيس دعاها في قرار، يعني أنه فكرة الشباب الأفريقي، مصر لم تتوقف على مدى السنوات وجود الرئيس الفتاح عن تقديم كل ما تستطيع، سواء من مبادرات صحية مدتها لمليون أفريقي للعلاج من فيروس سي أو 100 مليون صحة، تقديم لقاحات، يعني إنتاج وتقديم لقاحات، مصر عملت ده في الوقت اللي كانت الدول الكبيرة والدول الثرية بتدي ظهرها للموضوع وبتتناقش في إنها تاخد مواطنيها فقط، مع إنه مواجهة كورونا لن تتم إلا بمواجهة عالمية. النقطة الثانية، مصر بتقدم أفكار تدريبية، منح طول الوقت في جامعاتها في كلياتها في كلياتها العسكرية والمدنية لطول الوقت، ودي كانت ثقة مصر طول الوقت إنها على استعداد كمان تقدم فكرة ريادة الأعمال. ودايما الرئيس يتحدث عن نقاط مهمة، أهمية الرقمنة في أفريقيا، أهمية إن لديهم الشبكات القوية لنقل المعلومات والمعرفة، وإنه الشراكة في المعرفة والمعلومات مع التدريب وريادة الأعمال وغيره تكون قادرة على صياغة مشروعات صغيرة ومتوسطة تكون قابلة لأنها تتوسع وتبقى عاكسة لفكرة الإنتاج، لأنه النهضة والتقدم بتتم بالأفكار أكثر من المواد الخام أو الفلوس أو غيره، لأنه في دول كثيرة بتكون ثرية وليس لديها قدرة أنها تولد قيمة، وفي دول بلا موارد قادرة على توليد قيمة عالية جدا لأن لديها من الأفكار ما يمكنها من ده. ودي النقطة اللي جزء مهم قوي التركيز فيها اللي احنا بنعمله على مدى السنوات اللي فاتت واللي دايما الرئيس بيشير اليه، انه الشباب يمكن ان يجيب عوائد ضخمه جدا في حال تم تدريبه او تعليمه في تخصصات مهمه زي الذكاء الاصطناعي زي الاي تي زي غيره. تمام. طيب استاذ اكرم، يعني حضرتك ذكرت انه مصر معنيه بمناقشه ليس فقط قضايا داخليه ولكن كمان بالقضايا العالميه، دعوه منظمه الصحه العالميه للاعتراف باللقاحات غير المعترف بها، واحنا عارفين طبعا ان مصر مصنعه الوحيده من هذه اللقاحات، في رايك يعني هذه الدعوه قد تلقى صداها خاصه انها قضيه مهمه ويعني متعلقه بمعامله الدول الناميه بالمثل؟
لا، موضوع اللقاحات الحقيقه منذ البدايه هو ليس موضوعا علميا ولا طبيا، هو موضوع سياسي بالاساس. حتى منظمه الصحه العالميه قبل ذلك سبق واعلنت، يعني الدكتور ادنهوم ده طالب قبل ذلك بالاعتراف، لانه اوروبا مش عايزه تعترف باللقاحات الصينيه والروسيه، وروسيا والصين مش عايزين يعترفوا، وده ملوش علاقه بالعلم، وضحيته في النهايه المواطنين في انحاء العالم بالذات في الدول الفقيره. فطبعا مصر لما بتضغط في ده جزء مهم قوي من هذا النقاش، انه ننهي هذه المنافسه السياسيه، وان احنا نعمل لصالح البشر في الاساس، لانه حتى الدول الثريه بتحتكر انتاج وتوزيع اللقاحات على نفسها، وما تزال بعضها بتتمسك بحق الملكيه الفكريه، بالرغم من انه في وجود جائحات هناك بنود في منظمه الصحه العالميه في مواثيق الصحه بتاعت الامم المتحده بتتيح للدول الحصول على اي ادويه او لقاحات تواجه بها الجوائح او الاخطار الحقيقيه. فكل هذه منطقيات يعني، فمصر اما بتعتمد على ده وبتطرح فكره ده في المنتدى، هي في الحقيقه بتحيي افكار حقيقيه موجوده في مواثيق الامم المتحده وفي مواثيق مختلفه بتتيح للدول الفقيره ودول العالم الثالث انها تحصل على اللقاحات، وانه مفترض الدول الكبرى تتنازل عن عنادها اللي بيوقف في النهايه اللي هو ضد ده، ضد صالح البشر يعني. نشكرك جدا كاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.